أعضاء المجلس والساكن في جماعة الحضري لعين حرودة، التهاني الخالص لسيادتكم عدة منتسبات وإنكم العديد من الملفات والمشاريع لا زالت تتطلب بذل المزيد من الجهد في حفظها وإخراجها إلى حيث الوجود، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود سيادتك هذه الجماعة من مجلس منتخب وسلطات محلية والمجتمع المدني، وذلك بهدف خدمة الصالح العام لساكنة المنطقة وتحقيق التنمية المنشودة. وحتى لا نطيل على سيادتكم، أتشرف بإعطائكم الكلمة. تفضلوا مشكورا. بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حضور الاستقبال، و أقول لكم أننا نحن اليوم في هذا الاجتماع أرتئينا أن نقوم بسلسلة من لقاءات تواصلية مع الجماعات المحلية في مجالس منتخبة، إيمانا منا أن مؤسسة المنتخب لا سيما المحلي منه هي مؤسسة جديرة بأن تعطى لها جميع المساعدات الممكنة من أجل القيام في أحسن طرق بتدبير الشأن المحلي وخدمة المواطن. خدمة المواطن هي أمانة على عاتقنا جميعا، على عاتق الدولة، على عاتق المنتخبين بها وإيجاد حلول لهذه المشاكل، ضمان أمنها. هذه مجموعة من المتطلبات اليومية التي تواجهها الدولة والمؤسسات المنتخبة، ومن أجل النجاح في هذه المهام لا بد أن تكون هناك مصادر مبنية على التشاركية. المبدأ الأساسي لإنجاح المهام كلها لا بد أن يكون هناك حوار متواصل مع ما بين المتدخلين كافة، وأن يكون مجهود متوازن وفق الاختصاصات التي يخولها القانون لكل مؤسسة مؤسسة، وكذا إذا كان هو على حسب ما سمعت أنه من بين المراكز المهمة على مستوى العمالة ومستوى الجماعة، ولكن على مستوى العمالة يمكن تستغرق أنشطة لكسم الأفريكاتير كلها من بعد غادي كنظن هذه هما ثلاثة المشاريع اللي يمكن نشتغلوا عليهم، الباقي مشاريع اللي هي بحالة الفلاح اللي يجبها الحل بسرعة. بعد بلان داميناجمون راه أونكور، المسطرة القانونية هي أونكور، تبعوا ديروا لي روكات ديالكم، تبعوا المسطرة القانونية، راه البلان داميناجمون اللي با أونكور ديفينيتيف، بوكات لي دي ديمارش بوسيبل باش تحطوا لي روكيت ديالكم. شكرا شكرا السيد عامر، شكرا خويا الاخوان. شكرا.
كانوا دايما قيلا شوف شارع اشرف على ما يعني خمس ميديا.